السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أن أكون بخير وعلى خير et en bonne santé. J'espère كلكم في الاس ان ديالكم فاليديتو جبتو دي بون نوت. هذا بور لي ستوديون لي فاليدو لي دوزو الامتحانات ديالهم سوا سيسيون نورمال ولا سيسيون غاتراباج، لأني جو سي بيان كاين دي فاكيتو لي باقي ما دوزو تا مازال ما دوزو سيسيون نورمال ديالهم. المهم ما عنديش الوقت بزاف، مهم نحاول انني ما نطولش عليكم. ليسونسييل في هذا اللايف ديال اليوم ان شاء الله عندي لكم بريزونطاسيون ديال لي موديل اللي غادي تشوفوا ان شاء الله في السيمستر 2. دونك بالنسبه للسيمستر 1 شتو ديال سبعه ديال لي موديل في السيمستر 1: microéconomie, l'introduction à l'économie, la comptabilité générale, management, statistique, l'analyse mathématique et langue et terminologie économique. Donc, le modèle je tombe le S1. Donc, بالنسبه لل S2, il n'y a pas de changement كبير. Le S2 يعني عاد تكملوا تقريبا بنفس نفس النيفو. Donc, عندكم 7 ديال لي موديل في ال S2. Donc, premier modèle, le modèle 1. Les lois de macroéconomie. Dans le modèle 1, macroéconomie. Déjà, créé tout l'introduction à l'économie ou la créé tout à fait le microéconomie, le S1. Créé tout, je n'ai pas le macroéconomie. Donc, le macroéconomie, bhalo bhal microéconomie. هو واحد لا برونش من سيونس ايكونوميك، واحد الفرع من العلوم الاقتصاديه، كي سانتيريس ا ليتي دي كومبورتمون كوليكتيف دي زاجون ايكونوميك. يعني انا الماكرو ايكونومي كيدرس ليا الاقتصاد بواحد الصفه شموليه، يعني اي سلوك ولا اي ظاهره اقتصاديه اللي هي كتخص واحد الجماعه كتخص واحد الجروب كتدرس في الماكرو ايكونومي. اوترومون دي لا ماكرو ايكونومي اللي هو الاقتصاد الكلي بالعربيه كيدرس لينا لو فونكسيونمون ديال ليكونومي ناسيونال. يعني اي حاجه كتعلق بالاقتصاد الوطني بصفه عامه كتدرس في الماكرو ايكونومي. بحالاش؟ بحال الشوماج، بحال الانفلاسيون، بحال لا كرواسونس ايكونوميك، بحال لي بوليتيك ايكونوميك، بحال ليكيليبر اكستيريور، بحال لو ديفلوبمون. المهم هادشي كلشي كاين في الماكرو ايكونومي، هادشي كل واحد تقراو في الماكرو ايكونومي. دونك في الماكرو ايكونومي غتقراو على الاقتصاد الوطني. يعني ماكرو ايكونومي واحد الموديل اللي هو زوين بزاف، واحد الموديل اللي خاصكم تحاولوا انكم تفهموه مزيان. علاش؟ لانه غادي ينفعكم بزاف في الاس 3، في الاس 4، في الاس 5، في الاس 6. غتبقاو تفرعوا الماكرو ايكونومي، تشوفوا ليكونومي مونيتير والبروبليم ايكونوميك سوسيو في الاس 3 راه كلهم ماكرو ايكونومي، راه خارجين من الماكرو ايكونومي. يعني الا كنتي فاهم مزيان الماكرو ايكونومي راه ليكونومي مونيتير ديال الاس 3 والبروبليم ايكونوميك سوسيو ديال الاس 3 انسي كو ليكونومي مونيتير ديال الاس 4 والفينونس بيبليك ديال الاس 4 يجيوك ساهلين حيت خارجين من الماكرو ايكونومي. داكشي علاش انا كنصحكم هذا الموديل ديال الماكرو ايكونومي تحاولوا انكم تقراوه مزيان وتفهموه، لان بزاف الحوايج فيه ينفعوكم في الباركور ديال القرايه ديالكم. دونك شنو غتشوفوا في الماكرو ايكونومي؟ دونك كاين اول حاجه شابيتر 1 اللي هو غادي يكون اش فيه لو كادر كونسيبتويال، لو كادر كونسيبتويال دو لا ماكرو ايكونومي. يعني شابيتر 1 بحال شابيتر انتروديكتيف. يعني في هذا الشابيتر هذا تعرفوا سي كوا لا ماكرو ايكونومي، شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو، شنو هما لي سيجي تريتي دون لو كادر دو لا ماكرو ايكونومي، انسي تشوفوا شنو هما لي شوز اللي كنستعملوهم في الماكرو ايكونومي. باغ اكزومبل انا كنهضر على ماكرو ايكونومي كنهضر على الاناليز ديال ليكونومي ناسيونال. دونك باش نقدروا اننا ندرسو لا كرواسونس ايكونوميك ولا ندرسو لو شوماج ولا ندرسو لانفلاسيون ولا ندرسو ليكيليب اكستيريو ولا اكسيتيرا، ضروري خاصنا من دي زانديكاتور، دي زانديكاتور ولا مثلا خاصنا من مؤشرات. هاد لي زانديكاتور هما لي زاكريغا. يعني مثلا كنبغي ندرس لا كرواسونس ايكونوميك ديال ان بيي ضروري انني خصني نعتمد واحد المؤشر، مؤشر اقتصادي اللي غيخليني نعرف واش هاد لو بيي فيها لا كرواسونس لا نو. دونك لي هو لو بي اي بي.
يعني في هذا لو كادر كونسيبتيال دو لا ماكرو ايكونومي ادرسوا لا كونتابيليتي ناسيونال، حيت لا كونتابيليتي ناسيونال ولا لو سيركوي ايكونوميك هما الكادر كونسيبتيال ديال الميكرو ايكونومي. علاش لو سيركوي ايكونوميك؟ لان لو سيركوي ايكونوميك هي البريزونطاسيون سامبليفي اشيماتيزي دو لاكتيفيتي ايكونوميك دان بي. يعني واحد الاقتصاد ديال واحد البلاد، النشاط الاقتصادي ديال واحد البلاد راه كنعبروا عليه بالسيركوي ايكونوميك. دونك يعني الكادر كونسيبتيال هو لو سيركوي ايكونوميك. دونك او سيركوي ايكونوميك كتعني مرتبطه توجور بلا كونتابيليتي ناسيونال، حيت كندرسوا ليكونومي ناسيونال دونك كنهضروا على لا كونتابيليتي ناسيونال. يعني في هذا الكادر كونسيبتيال هتشوفوا السيركوي ايكونوميك، هتشوفوا الكونتابيليتي ناسيونال، هتشوفوا شي حوايج ديجا شفتهم في الاس ا المهم هتعاودوهم، اللي هما لي زاجون ايكونوميك يعني لي سيكتور انستيتيسيونيل، لي زوبيراسيون ايكونوميك، لي مارشي ايكونوميك، هتشوفوا اوسي لي فاريابل ماكرو ايكونوميك ولا لي غروندور ولا لي زاغريغا ايكونوميك بحال لي زاغريغا دو برودكسيون لو بي اي بي ولا بي ام بي. هدرسهم كيفاش كتحسبوا هادشي براتيك، لو طو دانفلاسيون، لو طو دو شوماج، هتشوفوا اوسي لي زوطخ زاغريغا بحال لو روفينو ناسيونال، فورماسيون بري دو كابيتال فيكس اكسيتيرا. المهم هادشي كلشي هتشوفوه. دونك نمشيو للشابيتر جوج. شابيتر جوج غنشوفوا لو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك، كلاسيك نيو كلاسيك. يعني غنشوفوا لو موديل ماكرو ايكونوميك شي لي كلاسيك، لي كلاسيك راه ديجا درتهم في الاس ان كتعرفوهم، ادم سميث، دافيد ريكاردو، جون باتيست سيل، نيو كلاسيك، مينجر، فالاراس اكسيتيرا. دونك لو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك، في الموديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك غتشوفوا لي كاركتيريستيك ديال لو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك، سيتادير كيفاش فسروا لينا لي زيكونوميست ديال الكون كلاسيك ليكونومي ناسيونال ديال ان بي. كيفاش فسروا لو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك؟ باغمي لي كاركتيريستيك ديالو سي تا موديل دو لوفر. حيت علاش؟ حيت هما كيخدموا بلا لوا دو ديبوشي، لا لوا دو جون باتيست سي، لوفر كي سا بخو دو موند. يعني هما موديل كي بازي سيغ لوفر، هما كيشوفوا لوفر ما كيشوفوش لا دوموند. سي تا موديل كي دي كو لا موني اي نوتر، بالنسبه ليهم لا موني اي نوتر، لو شوماج اي فولونتير اكسيتيرا. بالنسبه لو موديل ماكرو ايكونوميك كلاسيك كيفاش كيتدرس؟ كيتدرس باغ لاناليز دي مارشي. يعني ندرسو لو مارشي دو ترافاي، لو مارشي دو بيان سيرفيس، لو مارشي دو لا موني، لو مارشي دي كابيتال، كلشي ندرسو هادشي. نشوفو دوك ليكيليبر ديالهم، لا لوا دو لوفر لا دوموند، لا فليكسيبيليتي دي بري اكسيتيرا. المهم هادشي كلشي غتشوفو. شابتر 3 المهم بالنسبه لهذا ما فيش بزاف لي كالكول، في شويه ديال لي كالكول ولكن الكالكول ما فيش بزاف. ابخي كاين لو موديل، لو موديل ماكرو ايكونوميك كينيزيان، يعني ديال جون مايرن كينز. كينيز راه هو لو فونداتور ديال لا ماكرو ايكونومي، كينز هو الفونداتور ديال لا ماكرو ايكونومي. علاش؟ لان لي كينيزيان سون افيك لانترفونسيون دو ليتا. يعني درسو لو موديل كينيزي، بالنسبه للموديل كينيزي غاتعمقو فيه مزيان، تعمقوا فيه مزيان. يعني هتشوفوا لي فونكسيون دو كونسوماسيون، فونكسيون ديبارن، فونكسيون دانفيستيسمون، هنشوفوا لاناليز دو مارشي دو بيان سيرفيس سولون كينز، يعني ليكيليبر لي ديفيرون كا، ايكونومي فيرمي سون سيكتور بيبليك، ايكونومي فيرمي افيك سيكتور بيبليك، ايكونومي اوفيرت، ايكونومي اوفيرت son secteur public, économie ouverte avec secteur public. On voit les multiplicateurs, les différents multiplicateurs, on la calcul. Multiplicateur d'investissement, multiplicateur budgétaire, multiplicateur fiscal, multiplicateur budget équilibré, multiplicateur d'exportation, etc. On voit tout ça dans le modèle Keynes. On voit l'analyse de Keynes. Maintenant, le chapitre 4, c'est le modèle ESLM, investissement épargne, demande de la monnaie et offre de la monnaie. Et si vous avez le modèle ESLM, il faut l'équilibre général de l'économie, l'équilibre sous emploi, yani l'équilibre de biens et services, le marché de biens et services, et l'équilibre de marché de la monnaie. Et si vous avez le modèle ESLM, il faut l'impact de taux d'intérêt à l'équilibre dans une économie.
وي من كاين دي بروف اللي كيدوزو دي شابيتر اخرين، كاين دي بروف اللي كيزيدو، كاين المهم هادو كلهم كيديروهم، كاين دي بروف اللي كيزيدو دي شابيتر اخرين، بحال اس كاين اللي كيزيد لك شابيتر 5 ديال لا بوليتيك ايكونوميك، كاين اللي كيزيدها لا بوليتيك ايكونوميك، يعني البوليتيك دو كور تيرم اللي كتسمى البوليتيك كونجونكتوري اللي فيها باغ اكزومبل البوليتيك بيجيتير ولا بوليتيك مونيتير، وكاين لي بوليتيك دو لون تيرم اللي هي لا بوليتيك ستركتوريل اللي فيها لي ديفيرون بوليتيك اللي كنشوفو. المهم كاين اللي كيدير هكا، دونك هذا بالنسبه للماكرو ايكونومي. المهم ماكرو ايكونومي تا موديل اللي هو زوين بزاف، فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال الحوايج اللي مهمين في ليكونومي. نشوفو الموديل جوج، الموديل جوج اللي هو الميكرو ايكونومي، ميكرو ايكونومي دو ديال السيمستر جوج. راه ديجا قريتو الميكرو ايكونومي في الاس 1، قريتو الكونسوماتور. دونك البروغرام ديال الاس 2 كيفاش كيكون؟ دونك بوغ لي فاكولتي اللي داروا ليهم الكونسوماتور بوحدو في الاس 1، راه في الاس 2 تيقراو اول حاجه كيبداو بها اللي هو لي كومبورتمون دو بروديكتور، كيشوفو لا بروديكسيون اي لوفر. هادو بوغ لي زيتيديون اللي لي بروف ديالهم قراوهم غير الكونسوماتور في الاس 1. اما هادوك اللي قراو الكونسوماتور اي لو بروديكتور راه كيشوفو الشابيتر ديال لي مارشي في الميكرو ايكونومي، دي لي مارشي، لي مارشي لي ديفيرون تيب دو مارشي ولا لي ديفيرون ستركتور دو مارشي. اون بارل دو ستركتور دو مارشي، يعني لو مارشي دو سي بي بي كاين فيه، كنلقاو مارشي دو سي بي بي كونكورونس بيغ بارفيت، يعني كديطيو في هادشي مزيان، يعني كتشوفو ليكيليبر دو كور تيرم اي ليكيليبر دو لون تيرم. اوسي كاين لو مارشي دو مونوبول، لو مارشي مونوبوليستيك بالانواع ديالو. اوسي كاين عندنا لو مونوبول ديسكريمينون، لا كونكورونس مونوبوليستيك، اي لو اوليغوبول ولا لو ديوبول. المهم هادشي كلشي كتشوفو في الميكرو ايكونومي. ميكرو ايكونومي كيما عرفتوها موديل براتيك عيبقى براتيك، هادشي اللي فيه كاين شويه ديال التيوري، ولكن المهم اللي فهم الميكرو ديال اس 1 على الاس 2 غادي يسهل، يعني ما كاينش شي تغيير. بالنسبه للموديل الثالث اللي هو لا كونطابيليتي جينيرال، لا كونطابيليتي جينيرال. Pour la comptabilité générale, la quatrième la comptabilité générale de. Donc, je n'ai pas les chapitres liés entre eux. Ils écrivent donc plus ou moins les deux. D'abord, le calcul. Qui dit prof, les mecs le mot carré de les S1. Donc, dans les S2, ils ont voulu annuler les mecs d'acc. Mais le mot carré de les S2 toujours qui fait ce qui compte. Qui compte donc par rapport à les chapitres. Donc chapitre 1, les rois, les règlements. Les règlements, au moins, les faits de commerce. Oui, je sais bien, il y a des profs, des facultés, les crèmes, les effets de commerce. Donc, à les crèmes, les effets de commerce, c'est S1, mais je dis, voilà qu'il a la bille, ma crache. Oui, mais d'abord, le chapitre qui est de les effets de commerce, les règlements. Même chapitre qui brime bien, qu'on a la base, mais les S1, surtout les factures. Facture droit, facture avoir. TVA, la réduction commerciale, la réduction financière. Chapitre juge, Roma, les amortissements. On a qu'un les travaux de fin d'inventaire, les amortissements. Les techniques d'amortissement. Chapitre 3, Roma, les provisions. Au chapitre 4, les rois, la régularisation. Régularisation des produits et charges. Les amortissements, les provisions et les régularisations de produits et charges, ce sont des travaux de fin d'inventaire. Il y a des travaux de fin d'inventaire. Il y a la comptabilisation. Donc ce sont techniques. Il y a des techniques. Les amortissements, ou la constatation de la valeur de la dépréciation des éléments de l'actif immobilisé. L'amortissement 4 c'est l'actif immobilisé. Les éléments de l'actif immobilisé seulement. Les provisions,
la constatation de perte probable et non définitive des éléments de l'actif. Maintenant, il est compte pour dépréciation. Il y a des provisions qu'elle avait juste annuelles. Quelles les provisions pour dépréciation qui concernent les éléments de l'actif et les provisions pour risque-charge. La régularisation des produits charges, les produits à recevoir, les produits constatés d'avance, les charges à payer, les charges constatées d'avance. Voilà, je suis compliqué. Je comme ça, il est compliqué, je suis. Ou les exercices d'IELO, je suis qui connaît, qui brouille de la réflexion. Qui pour le faire bien, يعني الاس دو راه مشات ديك الكونطابيليتي ديال ديك السهله اللي شفتو في الاس ان ديال البيلون سي بي سي كيعطوك لي كونط وحطهم ولا لي جورنال داكشي نو هادو الدروس ديال لا ريفليكسيون يعني خصكم تفهموا الكور مزيان وتخدموا لي زابليكاسيون مزيان وتخدموا لي زيكزيرسيس بالانواع ديالهم ماشي تخدموا غير دوك لي زيكزيرسيس الساهلين يعني بداو زيدوا في النيفو ديالكم داكوغ المهم هذا بور الموديل 3. Pour le modèle 4, les lois, le management. Management 2, c'est le S2. Quel est le management 1? D'abord le management 2. Bien sûr, le management 2, c'est le management. Yani, la définition du management. La définition du management. Définition. C'est quoi le management? Les niveaux de management. يعني الانواع ديالها مانجمنت استراتيجيك مانجمنت اوبيراسيونيل والمانجمنت تكتيك هتشوفوا اوسي الغول دو مانجر هتشوفوا اوسي لي تيوري دو مانجمنت يعني هتقراو على لي زيكول ليكول كلاسيك ليكول دو ريلاسيون ايمان ليكول دو كونتينجونس ليكول سيستيميك l'école néoclassique, l'école japonaise, à chaque les différentes économistes, Taylor, Fayol, Weber, Ford, Maslow, Elton Mayo, MacGregor, Herzberg, Mintzberg, etc. Moi, je me les économistes, moi, je me suis fait tuer, je modèle 5, qui est la probabilité, la mécanique statistique. في الاس 2 ستاتيستيك كتجي بلاصتها لا بروبابيليتي البروبابيليتي الاحتمالات بروبابيليتي ولكن هذه لا بروبابيليتي ستاتيستيك ديال ليكونومي دونك بالنسبه للبروبابيليتي اللي ديجا قراها في الباك يعني تقريبا داكشي ديال الباك غير كتزيدو عليه شي حاجه جديده وصافي يعني ما كاينش سميتو دونك بالنسبه للبروبابيليتي كتدرسوا داكشي اللي شفتوه في الاول عرفتوه بحال لاناليز كومبيناتوار لاناليز كومبيناتوار شابتر 1 لاناليز كومبيناتوار لاناليز كومبيناتوار ديجا قريتوه يعني داكشي ديال لارانجمون كومبينيزون بيرميتاسيون هذيك هكا ديك ا وديك سي ديجا ان ارانجمون بي من ان بي من ان هادشي ديجا درتوه لارانجمون والبيرميتاسيون هذا لانيز كومبيناتوار اوسي غتشوفو لا تيوري دي زونسومبل تيوري دي زونسومبل يعني انسومبل انتيرسيكسيون دي لونسومبل يونيون دي لونسومبل المهم داكشي ديجا شفتو غتشوفو اوسي الكالكول دو بروبابيليتي كالكول دو بروبابيليتي كالكول دو بروبابيليتي كيفاش كتحسب لا بروبابيليتي يعني لي زيكزيرسيس ديال بروبابيليتي calcul de la probabilité. Il faut aussi la probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. L'estimation de la probabilité conditionnelle. Il y a une probabilité totale, la théorème de Bayes, la formule de Bayes. Aussi, il y a une probabilité maintenant les variables aléatoires. Les variables aléatoires. Les variables aléatoires. L'anwa diyalom. Yani variable aléatoire discret ou variable aléatoire continue. Je fais les lois de probabilité. Les lois discrètes, la loi de Poisson, loi binomiale, loi
de Bernoulli, loi géométrique, loi hypergéométrique, les lois discrètes, les lois continues, les lois continues, qu'elle est en S3. Ou qu'elle comme les lois continues, que les profs les ont tel S3 qui diront, les échantillons d'estimation. Ou que les profs les qui diront S2. Les lois, la fonction de densité, de probabilité, la fonction de répartition, les lois, loi normale, loi exponentielle, loi uniforme, etc. Moi, je me suis couché à la probabilité. La probabilité, modèle pratique. La probabilité, la modèle, c'est l'observe. Je suis comme le maximum d'exercices. Je vais faire bonne note. La probabilité, modèle, c'est l'échelle. Je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça. حيت الأغلبية كيخاف من الماتيماتيك والبروبابيليتي راه ماشي مات نقولها لكم. موديل 6، موديل 6 هو الجبر اي مات تيماتيك فينونسيير. هذا بالنسبة لهذا الموديل فيه جوج ديال لي ماتيير، فيه الجبر وفيه الماتيماتيك فينونسيير، فيه جوج ديال لي سميتو. بالنسبة للالجبر هذا راه الجبر ماشي المات. بالنسبة للالجبر هذا هتشوف فيه كاينين ليسباس فيكتوريال، ليسباس فيكتوريال هتشوفو الدرس ديال ليسباس فيكتوريال، لابليكاسيون لينيير، لابليكاسيون لينيير، المهم هادشي راه المات. اوسي كاين داكشي ديال لي ماتريس، لي ديتيرمينون، المهم هذا الشيء راه ساهل، هادشي غير حسب مشى داك المات ديال ليميت و فونكسيون ليكسبونونسيال لوغاريتم داكشي ما بقاش كاين. هادشي غير حساب، هادو غير الجيب غير كالكل صافي. المات فين؟ المات فين هتشوفو فيه داكشي لي زانتيغي، لي زانتيغي سامبل كيفاش كتحسبو، انتيغي كومبوزي، لي زانويتي، هاداك الشي ديال لي سكونت كوميرسيال، اكسيتيرا. المهم على حسب الدروس اللي كيديروا لي بروف. بقى لينا اخر موديل اللي هو الموديل 7 اللي هو لونغ اي تيرمينولوجي ايكونوميك. المهم هذا الموديل هذا كيختلف من استاذ لاستاذ، يعني ما كاينش شي مقرر كيخدموا به توش تو لي بروف. المهم داكشي على حسب لي بروف، كل بروف كيدير الكولاج بحال شفتو في الاس ام تيكون داكشي مختلف. دونك عموما الاس 2 راه اسهل من الاس 1. علاش؟ لان الاس 1 كيدخل الايتوديون هو ما عارفش السيستيم ديال لافاك، ما عارفش كيفاش يبريباري، ما عارفش لي موديل كيفاش كيتحطوا لي زيكزامير، ما عارف كيفاش يخدم. دونك هو كيكتسب التجربه في اس 1. الاس 2 كتجي سهله، يعني خصكم غير البريباراسيون من الديبي ديال السيمستر. بداو الخدمه ديالكم، حاولوا ديروا واحد لورغانيزاسيون ديال لو طون، بداو الخدمه ديالكم من دابا، ما تسناوش لي بروف ديالكم اللي كيقروكم تيعطوكم الكور خا تقراو، خدموا من دابا. الحمد لله راه موجودين لي كور، راه موجودين لي بي دي اف، موجودين لي فيديو، موجودين لي بروف كيشرحوا في اليوتيوب، قلبوا عليهم غتلقاوهم غتفهموا ان شاء الله. يعني الطريقه باش تفهم موجوده، خاصكم غتكون عندكم الرغبه والاراده. داكوغ. الاس 2 راه السيمستر ديال المونسيون، نقولها لكم السيمستر ديال تجيبو فيها بون نوت، حيت كاين دي موديل اللي هما الا خدمتهم مزيان غتجي فيهم دي بون نوت، بحال الميكرو، بحال الماكرو، بحال لا كونتابيليتي، بحال البروبابيليتي، بحال الجبري مات فين. هادو راه موديلات ديال 18 و19 و20. انا كنعرف لي زيتيديون اللي كيخدمو مزيان هادو هما لي نوت ديالهم فيهم. كيبقى الماناجمنت اون لانغ تيرمينولوجي هادوك سا ديبون، لي نوت موديل تيوريك سا ديبون على حساب. دونك نتمنى لكم التوفيق، واللي عنده شي كيستيون ولا شي تساؤل ديما يتواصل معايا، واخا راه لو نومبر دي ميساج اللي كيجوني راه بزاف، سواء بالواتساب سواء في فيسبوك ما كنقدرش نجاوب كل شيء. المهم نحاولوا. المهم راه كاين جروب فيسبوك ديال اس 2 ايكونومي، راه تلقاو فيها لي كور، غتلقاو فيها حتى دي فيديو دي لايف كنت درتهم العام فات ديال لي موديل ديال اس 2، راه مشروحين، يعني غتدخلوا غتلقاوهم تفرجوا فيهم، راه باقيين كاينين. وكاين لاشين يوتيوب، لاشين يوتيوب اللي فيها ليكسبليكاسيون ديال لي كور، فيها لي زيكزيرسيس، فيها لي زيكزاما ديال كلكو فاكولتي، لان العام فات خدمت لي زيكزاما بزاف،
سيرتو لان كان الكونفينمون كنت تعاونت مع الطلبه وخدمت لي دي زيكزام بزاف ديال الاس 2 في لاشين يوتيوب ديالي. غتلقاو لي بلاي ليست لي زيكزام ديال كازا, لي زيكزام ديال الرباط, لي زيكزام ديال اكادير, لي زيكزام ديال تطوان. المهم داكشي موجود, يعني تقلب على حاجه غتلقاها. دونك بون كوراج ليكم, او روفوار. المهم واحد الحاجه اخرى, اللي بغى راه كنديرو لي كور دو سوتيان اون لين, كندير لي كور دو سوتيان اون لين بيون, ولكن الثمن راه كيبقى ثمن رمزي, يعني مقارنه بلي كور اللي كيديروا لي زوطخو بروف ولا لي سونتر شحال راه تيكون الثمن طالع بزاف. انا كنخدم واحد الثمن اللي هو رمزي, غير الثمن ديال لي فور وصافي, يعني ماشي شي ثمن كبير, غير ثمن مناسب. داروا معايا لي زيتيديون شاركوا معايا العام فات في لوفر, الحمد لله كلهم جابوا لي بون نوت, يعني الحمد لله كانت لي نوت هما مزيانين بزاف. لا ميم شوز بالنسبه لهاد السيمستر, سواء السيمستر 1 ولا السيمستر 3, خدوا معايا لي زيتيديون في لوفر كلهم جابوا دي بون نوت, كاين لي فاليدي تبارك الله ب16, كاين لي فاليدي السيمستر ب17, وسي بالنسبه للاس 3 لا ميم شوز. المهم دابا كلهم جاو داروا معايا الاس 2 الحمد لله. اللي بغى يشترك راه كاين مرحبا به في لوفر, وراه هادشي اللي ما كاينش بانه ما كاينش الدعم المجاني. الدعم المجاني راه كاين في الفيسبوك كما قلت لكم, كاين لي فيديو, كاين لي لايف ديال العام فات غتلقاهم في الجروب فيسبوك ديالي اتش دو ايكونومي جيستيون, وكاين اوسي في اليوتيوب. غير اللي بغى يستافد من كور دو سيتيان بيون, يعني يبقى يكون تواصل دائم مع البروف, حيت كاين واحد النوع كيبغي ديما الاستاذ انه يضغط عليه ويزيرو باش يخدم, يكون تواصل دائم مع الاستاذ مرحبا به. حنا راه ماشي يعني حيت دابا كاين شي واحدين كيشوفوني كندير الاعلان ديال لي كور دو سوتيان بيون, كيقول هذا طماع, على هذا اكسيتيرا, على هذا بغا كيخدم غا بالفلوس. نو راه ما كاينينش داكشي. انا الحمد لله الدعم المجاني راه كاين, الفيسبوك اليوتيوب موجود لي فيديو, غير اللي ما باش يقرا كلشي كاين. تيبقى داك المقابل المادي على لي فوق, راه حتى حنايا الله يحسن العوان, حنا راه كنبغوا يكون عندنا واحد المدخول, يعني ما كتبقاش غير جالس, راه ضروري كتبغي تدخل شي حاجه الفلوس باش انت تعيش وعيشوا الناس اللي معاك العائله ديالك. دونك لي بغا لي كور دو سوتيان اون لين بالمقابل مرحبا به, تواصل معايا وانا نشرح لك الطريقه ديال الاس 2 ولا الاس 4. دونك اوفوار تو الموند, والى اللقاء.